حيا الله جاسم، حيا الله ناخذ جاسم. الله يحييك يا ابو دعي. خير؟ طال عمرك انا هونت على البيعه، ابي دانتي. عيدان الدانه اللي اعطيتك اياها عشان اشوف لها شراي. انت عطيتني دانه علشان اشوف لها شراي؟ ها ابو دعي ايش فيك نسيت؟ انا ما اذكر انك اعطيتني عيدانه. شو الحكي من صدقك انت؟ انا عندي شهود. وبعد عندك شهود؟ هي عندي شهود، هذا واحد وهذا الثاني. زين اذا هذول شهودك نسالهم ونشوف. يا صبي سمر امرك. هذا اللي قدامكم يدعي ويقول انه عطاني دانه علشان ابيعها له، وانكم شهود على هالشيء، هالشيء صار؟ لا طال عمرك ما صار. ها شهودك يا ناخذها جاسم يقولون هالشيء ما صار. لا يا لندال، لا يا الحرامي، انشب وانطم ولا تطول لسانك واعرف من تحاكي. من احاكي يعني؟ من احاكي؟ اكبر حرامي بالديره انت. انشب وتبدلك علي بعد. حط الدارة اقول لك يا حرامي. يا ودو حط الدارة يا ودو. اه يا رجل انت تجرع وتمد ايدك على ابو دعي؟ حطه برا. انا اعلمك يا ابو دعي، حطه برا رجل. انا اعلمك الدارة. حطه الدارة الدارة. حياك الله يا ناخذها جاسم. يما انا بتزوج دلال، سمعتيني يما؟ يما انا قاعد احاكيك، سمعتيني؟ سمعتك. وليش ما تردين علي؟ ردي انت سامعه من زمان، واظن ما في لزمه اني اعيده مره ثانيه. بس انا ابي دلال يما. انا قايلت لك مره واثنين واميه، شيل دلال من راسك. إيه ليش اشيلها من راسي؟ اعطيني سبب واحد يخليني اشيل دلال من راسي وانا حاضر. دلال ما تصلح لك يا فهد. ليش ما تصلح لي؟ ماش فيها دلال؟ اذا رد شاهين بتعرف ليش دلال ما تصلح لك. وش يخص شاهين بالسالفه يما؟ لا يخصه، يخصه يا فهد. شاهين رايل. رايلها يما انت تحلمين؟ والشيء هذا ما راح يصير ولو صار. فهد قم اطلع برا، قم، ما ابي اسمع منك ولا كلمه. قم. ان شاء الله يما بطلع، بس ما حد بياخذ دلال غيري. جاسم شلون قاعدك هني؟ لا ابد، كنت مارك وما لقيتك فقلت اقعد هني اترياك. حياك تفضل. انا هني بقول لك كلمتين وبمشي. خير؟ ايش صاير؟ الدانة ضاعت. شلون؟ شلون ضاعت؟ وين؟ بدعي الكلب واللي باقي. وبدعي ايش درى عنها؟ انا اللي مدمغ يا مبارك. رحت لبريولي اعطيت هي حبيبتي، قلت لها شوف لها شراي. رد علي الحبيب باقها وطردني من العماره. لا حول ولا قوه الا بالله. بس تدري عاد قلعتك وزين اللي سواه فيك، وهذه اخره المال الحرام. مبارك ايش فيك انت؟ انا ماني جايك هني عشان تلومني، هدري ان انا غلطان. زين تفضل حياك داخل. اسمعني اسمعني عادل يا مبارك. بعوف خلي يدير باله على نفسه اليومين، ترى ابو دعي قاعد يسأل عنه وشكله ناوي على الشر. يخسي ابو دعي يلمس شعره من شعر بعوف. عاد انا قلت لك اللي علي سويته وانت بلغ الجماعه. يلا فما الله. زين حياك تقهوى. زين فما الله. جاسم جاسم لا يا مبارك.
حكي هذا ما ينقال حق وولف. يعني ايش تبينا نسوي؟ نحط ايدنا على خدنا ونسكت وندري ان الرجال ناوي عليه شر؟ ومن قال لك ان احنا متمساكتين؟ ايش بتسوي عيل؟ علمنا. ترى ابو عوف مثل ما هو غالي عندك هم غالي عندنا. يا جماعه انتم ما تعرفون بودعي زين. بودعي هذا يريور عود ايده ملطخه بالدم والظلم واكل الحرام. ايش دعوه؟ هالكثر احنا ضعاف عندك يعني؟ لا تفهموني غلط، انا ما قصدت كذي. انا اللي اقصده ان بودعي ما يستقوي الا على الفقاره المساكين اللي ما عندهم لا ظهر ولا سند. بس لا عرف انا ولد منو واخو منو حزتها بحسب لي ألف حساب قبل الله يضرني. من ولده هذه ما عليها خلاف، لكن من هو اخوك هذه اللي ما تدش المخ بصراحة، خاصة لان قالت منك انت. الا بعد كان ماي البحر صار حلو وصرت من الجماعة اللي تريون شاهين. يا فاضل يا فاضل، انا ما قاعد استقوي بشاهين. انا لو طريت اسم شاهين انا اعرف شو اقول. صدقني انا اذا بستقوي بستقوي بالله سبحانه وتعالى، لا بشاهين ولا بغيره. بس انا ادري لي قلت حق بدعي شاهين يعرف من هو شاهين ومن هو ابو. انزين ونفرض لو كلامك هذا صح، ليش انت بروحك تواجهه وهو ما خلى احد بالديره مظلومه؟ ليش مو اهل الديره كلهم يواجهونه؟ كلامك صحيح، بس اهل الديره تو الناس عليهم علشان يواجهون بدعي وامثاله. ولا تنسون ان الموضوع يخصنا احنا الثلاثه بس مو غيرنا. عشان كذي انا بيكم تجون معي باكر علشان تشوفون بعينكم ايش اقدر اسوي فيه؟ ايش بقول له؟ هل كتر زين يما؟ اشوف ايه اربع اصابع يما بس. ان شاء الله. مشكوره بنيتي ما قصرتي. اقول دلال، أنا ودي يا بنيتي من الليلة تنامين عندي. ليش يمه؟ يا بنيتي آمن أحسن لي وأبرد لي قلب، وأنت بعد آمن لك. يا دلال يا بنيتي الناس تغيروا، مهم الأوليين، الوقت يخوف. ليش يمه صاير؟ مو صاير شيء، بس الحذر زين وأنا أموت. وبعدين أنا نايمة بروحي، آمن لي لما تكونين يمي وحوالي، إذا بقيت شيء ولا اعتزت شيء إلا أنت يمي يا بنيتي. إن شاء الله. وبعدين عاد ليا الغالي ليا شاهين أنا اللي بطردك وأقول لك روحي دارك. يا بدعي، هي كلمة بقول لك إياها وما عندي غيرها. إذا فكرت إنك تلمس بيدك الزفرة شعرة من راس بعوف، ترى ما تلوم إلا نفسك وراسك بيكون الثمن. وأنا حذرتك. ومن أنت حتى تحذرني؟ إذا بتعرف من أنا، ارجع كم سنة لورا وتذكر وشاهين ولد النوخذ شاهين. أظن أنك تعرفهم وتذكرهم عدل. أنا فهد أخو النوخذة شاهين. الحين أنت عرفتني زين، حطني على مالك عدل. سامحني سامحني يا أبو شاهين، أنا غلطان غلطان وطالب منك العفو والسماح. سامحني. اللي مثلك الطيب ما ينفع معاه. انت ذا الجن سامحنا كويس، لكن انت ما ينفع معاك. انا ما ظلمتك، انت اللي ظلمت نفسك. اخذوك انت حق الجن. تكفى عدوان عدوان، تلحقني يا ابو عدوان، بيقطوني حق الجلال. تكفى تلحقني عدوان. هذا ملاحقني حتى في نومي.
معقولة؟ معقولة يا أبو دعي تخاف من واحد مثل هذا اللي اسمه فهد؟ ولا الخوف من أبوه اللي صار لسنين طويلة مزروع في قلبك ومو قادر تشيله؟ لا يا أبو دعي، وأنت اللي تخاف من أحد، وحتى لو كان ولد أبو شاهين، وإذا أنت ما تقدر عليه غيرك يقدر عليه، وعدوان حاضر لك في أي وقت. بس اللي يضمن لي أبو عدوان ما يقلب علي هذا واحد ما له أمان، رفيجة اللي يدفع له أكثر. شو أسوي؟ الجلاف في الديرة زادوا ووصلوا عتبة الباب، وأنا اللي متكي عليهم ما ينشد فيهم الظهر قدام واحد مثل ولد أبو شاهين. الله يعين عليه، هذا إذا بقى في الديرة واستقوى أكثر، ذيك الحزة لا أنا ولا اللي مثلي يبقى لهم مكان فيها. أنا لازم أشوف لي دبرة وياه، لازم. وين درش في فهد مايا اليوم؟ أنا مريت البارحة البيت وما لقيته. ها أشوك، ها وصل فهد. الله يهداك، ايش فيك مطيت علينا؟ سكتوا عني واللي يرحم والديك، ما ابي اتحكى عن شيء، بس ابي اسمع. تسمع؟ ايش تسمع؟ ابي اسمعك وانت تدق علي حلا. يا اف عليك، ما طلبت شيء، انت امر امر يا فهد. وانه ما عليانا بعد. يلا يلا يلا، حياك حياك. سمعت الكلام اللي قلته لك الحين؟ ابيك تبلغ اياه مثل ما قلته، لا تزيد كلمة ولا تنقص كلمة، فهمت؟ اي طال عمرك، انت امر. يلا انزل، امشي امشي، واسرع اسرع. لا اله الا الله. السلام عليكم يا ابو دعي. عليكم السلام، حي الله الملا خليل. استريح استريح. الله يحييك ويبجيك، كيف حالك؟ عساك طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير. اشتقت لك، قلت امر عليك اشوفك. شو نسوي فيك؟ من زمان ما تبي تمر علينا. قهوة يا صبي. إن شاء الله طال عمرك. والله شو أسوي يا أبو دعي، أمور هالدنيا وبلاويها، ماني قادر أحك راسي. إيه وأنا مثلك وزودي يا ملا، الله لا يبارك فيك من دنيا. وأنت بعد الدنيا شو مسوي فيك؟ ايه انا الدنيا لعبة بحسبة لعبة يا ملا خليل. هالدنيا راحة والريايل اللي فيها، ما بقى ولا اليهالوه اللي طلعت لهم اظافر وانياب ويبون يعضون فين واخذتهم. يا ابو دعي، يا من نصحتكم وقلت لكم لكن ما سمعتوا كلامي، الحين كلوها، الحين فكوا نفسكم. ايه انا اشهد انك قلت، بس احنا كنا لاهين يا ملا خليل، لكن لا يهمك، كل شيء ما رد يتعدل، واللي ما يجي بالكلام ترد العصا. وانصاج وانصاج، العصا لمن عصا. شور علي بالخيرة، ضايقة فيني الوسيع، لا ليلي ليل ولا نهار نهار، ما غير بس افكر وهوجس. خير يا مشاين. اي خير يا بالخيرة. فهد فهد مسوي لي والوال، ومبين انه بيستخف على هالدلال، حتى طلع ما قمت اطلع، ما اقدر اخليهم بروحهم، يبتها ونيمتها عندي بالدار، اقول اخاف اطلع ولا اروح مني ولا مني، يصير شيء غلط بيناتهم وابتلش على عمري. لا لا يا مشاين، لا، مو هو فهد اللي يسوي هالغلط هذا، مو هو فهد اللي يسوي هالسوالف، فهد رجال وكفو وبعيد عن الغلط. يا ابن خيران، بنادم ضعيف، وانا ما حكيت لك عشان تقول لي كذي، ابيك تشور علي. شو اسوي الحين؟
الحين يا ام شاهين تبين نشور عليك؟ واللي يرحم والديك يا بن خيران، يا تشور علي شور عدل ولا لا تلومني، ترى اللي فيني كافيني. ليش ما قلتي له انك ملتت الشاهين عليها؟ قلت له، قلت له واللي سلمك. قلتي له؟ هي قلت له، قلت له دلال مرت اخوك، قال لي انت تحلمين. معلوم، لانك ما قلتي له عن الملكه. لا يا بن خيران، لا، سالفه الملكه ما يبطاريها ولا حكيت فيها. وليش ما قلتي له عن الملكه؟ ما ادري، ما ادري يا بن خيران شو اللي ربط لساني ولا تحكيت. انا بعد ما قدرت اقول له، بس انا ادري ليش. لانك محلفتني يا ام شاهين، محلفتني ما اقول. وحتى لو قلت له يا بن خيران، تلقى بيشيلها من راسه. كان قدرت انا اشيلك من راسي عقب كل هالسنين. رد علي يا بن خيران واللي يرحم والديك، لا تسكت. قاعد اقولهم كلامك براسي، ما اظن ان فهد يقدر يشيلها من راسه. عيل شو الفايده من اني اقول عشان اعور قلبه؟ وانت الحين ما انت معوره قلبه؟ بن خيران واللي يرحم والديك، يا تشور علي شور انسان ولا لا تقتلني. حاضر يا ام شاهين، ان شاء الله حاضر. ما شرت علي، ما قلت لي شو نسوي الحين. ما تقدرين تسوين اي شيء غير انك تنطرين شاهين، وهو بس اللي يقدر يسوي. يا شاهين، متى ترد يا ولدي؟ متى؟ عساك على القوة، الله يقويك. صدق السالفة اللي سمعتها عنك وعن بدعي؟ شو اللي سمعته ومن قالك؟ مو مهم اللي قال لي، المهم صدق ولا لا. اي صدق، وليش ما قلت لي قبل لا تروح لي؟ والسالفة تخصني. لا يا ابو عوف، السالفة ما تخصك انت بروحك، السالفة تخصنا احنا كلنا. بدعي انا اعرف اتصرف معاه. يعني انت ما لقيت لك صرفة الا انك تواجهه؟ بدعي واللي مثله ما ينفع معاهم الا انك تواجهه. بس مو هذا هو الوقت اللي نفتح فيه بيبان جديده معاه، واحنا قدامنا الحفره وما خلصنا حتى من ثلثها. انا ما فتحت بيبان جديده، لان ابو دعي والنهابه شيء واحد. مثل ما احنا قاعد نحفر الحفره هذه علشان نحمي الديره واهلها من النهابه، لازم نحمي الديره واهلها من ابو دعي. وانا سويت هالشيء. انا مو مختلف معاك في هالشيء، بس الخلص من الحفره قبل. تلقى ان ابو دعي بيخلينا نكمل الحفره وهي اللي بتصد النهابه عن الديره، وهو اللي حاط ايده بيدهم. وانت شو اللي خليك متاكد ان ابو دعي حاط ايده في ايد النهابه؟ السالفه هذه ما يبي لها نباهه. انا كنت شاك بالاول، بس الحين انا متاكد. كون ابو دعي قاعد يدور عليك وناوي لك الشر عقب ما النهابه ياكل مزرعه وما حصلوك، هذا ما له الا معنى واحد، انه متفق معاهم وحاط ايده بيدهم. واللي ما قدروا يسوونه هم بيسويه بروحه. حتى لو كان حكيك هذا صحيح، بعد احنا محتاجين نكون اهدى واعقل من كذي. كان قلت الكلام هذا حق روحك لما قضبت اتفق وحطيت ابوي بودعي لما نيو ياخذون ذويب من هني. السالفه تفرق يا فهد. لا السالفه ما تفرق، ما تفرق. مثل ما بودعي هني وخذ ذويب قدامنا وبغى يذبحه، وانت اللي واجهته. الحين هو يبيك انت، وانا اللي واجهته. ما ادري ايش اقول لك يا فهد. شوف يا ابو عوف، وسامحني على الكلام اللي بقول لك اياه، احنا من بدينا نمشي بهالطريق اللي انت فتحت لنا بابه، واحنا قاعد نتحاشى نتواجه مع الشر والغلط وجه بوجه، ماشيين هادين وعجال. بس ليه متى؟ انا ما اقول لك نصير ميانين، لا بالعكس، احنا على الاقل لازم نبين قوتنا. وساعات الهدوء والعقل اللي زادوا عن حدهم يسمونهم شيء ثاني. يمكن يكون الكلام اللي تقوله صحيح، بس بعد لازم نهدى ونعقل ونتحذر. انت ليه متى بتم على هالحال؟ لا طلعة برا البيت، لا شغل، لا اكل، لا حكي. جاسم،
أنا قاعد أحاجيك، أنت ليش ما ترد علي؟ حاجني، ليش ساكت؟ إيش تبي أقول لك؟ أنا خلاص ضعت. حسبي الله عليك يا أبو دعي. حسبي الله عليك. أنت ما ضعت يا جاسم. اللي ضاعت الدانة. ويمكن هذه خيرة من رب العالمين. وانا شو اسوى من غير دانة؟ وهي خيرة هذه اللي تحكي عنها عقب ما ضاعت. إذا الدانة ضاعت، أنت تحس إنك خسران. فلا تخلي الخسارة خسارتين باللي قاعد تسويه بروحك. خسارتين. كل عشر مية ألف خسارة. أنا خلاص خسرت كل شيء. الخسارة بالعمر يا أخوي. أنت للحينك شباب وقوي وتقدر تسوي أشياء وايد، بس بالحلال، بالحلال يا جاسم، لأن الدانة ما كانت لك، ما كانت حلالك. وش اللي أقدر أسوي بالحلال هذا على قولتك؟ أول شيء تقدر تسويه إنك تطلع من هالحبسة اللي حابس نفسك فيها، وتروح حق ناسك وأهلك اللي ناطرينك. إذا طلعت من البيت أول شيء بسويه أروح حق أبو دعي وأذبحه. أبو دعي سهل لهالدرجة اللي حاطرين على ريل وناطرك أنت تروح الذبح؟ يا جاسم شيل هالسالفة من مخك. الدانة ما كانت لك، وأبو دعي يقدر يضرك بسببها. إذا الدانة مولي مرة فهي مو حق أبو دعي ألف مرة. حجك عدل يا أخوي، بس أنت بروحك ما تقدر على أبو دعي. يعني شلون؟ أسكت عنه وأخليه؟ لا، ما تسكت عنه. أبو دعي ما ظلمك أنت بس، أبو دعي ظلم الديرة كلها وأهلها. وأنت إذا بتاخذ حقك حط إيدك بيدي وتعال ويانا. وين تبيني أي وياك بعد؟ البر، تحفر ويانا. وهذا اللي بيخليني اخذ حقي. وتهجى ابو دعي بيخسر اذا حفرت وياكم الحفره. بيخسر، صدقني بيخسر وايد. ما هي الوقت اللي اقول لك شلون ومتى بيخسر. انت تعال الحين وحط ايدك ويانا. يلا قوم، يلا يلا. لا ما اقدر يا مبارك، ما اقدر. انا مالي خلق اليوم اروح وياك. خلها تشد وقت ثاني امر عليك. ما يخالف. اي صدق اللي قال، شوف ان بلا يذوق ما يرويه العطشان، وسهم بلا يقوس ما يطرح النيشان. وهذه حالتي ويا أهل أوراق، ويا دلال اللي ضيعتها. لا ربع لا عزوة ولا حرمة مثل الناس. نعم خير. سلم عليك العم بعدوان، يقول لك انه ما يقدر يمرك هالايام، واذا في عندك اي حكي بتقوله قوله لي وانا بلغى فيه. قول حق عمك ابو دعي ما يكشف سره الا حق واحد مثله. تيسر. ما علي يا ابو دعي، ادري فيك قطب سبع ارواح، بس واحدة تخيب واحدة تصيب إن شاء الله. إيش معناته يطرش لي خادم من خدامه علشان أقول له السالفة؟ أنا مو تارس عينه، أنا أبو دعي. يطرش لي خادم من خدامه هالخسيس؟ ليش؟ ليش؟ وأنا
أنا اللي فتحت له بيبان الديرة وعطيته الفلوس، وبعد ما شبع اهدني حق الكلاب تنهش فيني. الكلاب الكلاب وشاهين وعدوان الكلاب. هذا اللي صار في الحلم، هذا اللي صار في الحلم. يعني شنو؟ لا لا، أنا بدعي يخسي أي كلب يدوس على طرف فجتي. لا لا. دعي دعي قوم، كأبوك استخف وقام يحاكي روحه ويصارخ. الحمد لله الحمد لله ان الله بلغني فيك يا ابو دعي وصرت مينون. الحين ما باقي الا ان الله ياخذ روحه ويفكنا منه. وبعدها يا نظر عيني بتصير انت اللي تقعد بالعماره ويصير عندك المال والحلال وتصير انت النوخذه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فيكم يا ربع ساكتين؟ ما تحكون؟ انت حكي شو نقول؟ واحنا كل ما نسوي شيء خلي ناخذ شاهين يرد الديره، يقومون يسوون الاكبر منه. يعني كل اللي سويناه مثل هالحصى، ضايع في البحر. يعني خلاص؟ سدت عيوننا كل البيبان؟ ماكو شيء نقدر نسويه؟ ما يصير. انا متوقف عرسي على رده ناخذ شاهين. أنا إذا نأخذ الشاهين ما رد هالسنة بيتي بيضيع مني يا سلطان، بيتي بيروح مني مقابل الدين اللي كاسر ظهري. عيل أنا شو أقول؟ كل ما أشوف ولدي يحترق قلبي عليه، وأنا أدري إن أدواء عند نأخذ الشاهين. يعني معقولة؟ ما نقدر نسوي شيء غير اللي سويناه؟ في شيء نقدر نسوي. شنو؟ ما تتكلم تحكي؟ روح نحفروا يا جماعة بالحفرة، على الأقل ناخذ لنا كم بيزة. تستخفيت؟ شلها كنت تقوله؟ ما استخفيت يا سلطان، بس أنا تعبت زهقت ومليت، ولولا خوفي إنكم تزعلون كان من زمان رحت وياهم. يعني إيش دعوة لين رحت لهم بيقولوا لك يا هلا ويا مرحبا عقب اللي سويناه؟ أنت كل شيء تصدق حشوة وانقالت. لا يا جماعة، إحنا لازم ما نيأس. احنا صدق صبرنا فترة طويلة، بس هذا مو معناته ان نشيل ناخذ شاهين من روسنا وننساه. احنا حتى لو بغينا ننسى شاهين ما نقدر يا جماعة. ناخذ شاهين مو بس في روسنا، في بالنا وفي عقولنا وفي دمنا. انا احس ان ناخذ شاهين ويانا بكل مكان وفي كل حزة. حتى اذا قدرنا نشيل ناخذ شاهين من راسنا، شو اللي نقدر نحطه بداله؟ علشان كذي احنا لازم نصبر، وانا حاس ان هالسنه ما راح تطوف لو انه خذ شاهين راد الديره. 14 15 16 17 18 19 20. شفت شلون وقفت وعدت للعشرين؟ وبتعد للثلاثين والاربعين والخمسين وللمية وبتتعب من العد. 100 ويه، هذه متى بوصل لها؟ توصل لها ان شاء الله يا حمود بتوصل. يلا خلنا نشوف الحين لوين وصلت في القران. بس بقول لك شيء قبل. شنو هو؟ ابوي شاف النعال عندي وسالني عنها. وش قلت له؟ قلت له ان رفيق جيال البيت ونساها عندي. وش قال؟ ما قال شيء، سكت مبين انه مصدقني، بس انا متضايق لاني كذبت عليه. وانا ما بيك تكذب على ابوك يا حمود، الكذب مو زين. ما قدرت اقول له الصج، خفت يهاوشني ويهاوشك، وبعدين ما راح تقدر تجي البيت. تهق الله بيعاقبني ليش اني كذبت؟ والله ما ادري، بس اللي انا اعرفه من اللي قريناه في القران، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغفر ان يشرك به
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. يعني الله بيغفر لي صح؟ لا عاد مو كذي يا حمود، بس إن شاء الله بيغفر لك. قول إن شاء الله. إن شاء الله. أبي دانتي. عيدان. الدانة أعطيتك إياها عشان أشوف لها شراي. أنت عطيتني دانة علشان أشوف لها شراي؟ ها. بتعيش فيك نسيت؟ أنا ما أذكر أنك عطيتني عيدان. شو الحجي؟ ما صدقك أنت؟ أنا عندي شهود. وبعد عندك شهود. هي عندي شهود. هذا واحد وهذا الثاني. زين. إذا هذول شهودك نسألهم ونشوف. يا صبي. كم بأمرك؟ هذا اللي قدامكم يدعي ويقول انه عطاني دانة علشان ابيعها له، وانكم شهود على هالشيء. هالشيء صار؟ لا طال عمرك ما صار. ها شهودك يا نخذ جاسم يقولون هالشيء ما صار. لا يا لندان، لا يا الحراوي، انشب من طم ولا تطول لسانك واعرف من تحاكي. من احاكي يعني؟ من احاكي؟ اكبر حرامي بالديره انشب. وانت بتديني كلامي بعد؟ حط الدارة يقول لك يا حراوي. يا ودوب. حط الدارة. يا ودوب. يا الكلب. انت تجرأ وتمد ايدك على ابو دعي. قط برا. انا اعلمك يا ابو دعي. قط برا انا اعلمك الدارة. 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 يا حراوي. انا سويت بروحي. ليش عطيت الدانة يا جاسم؟ ليش؟ هذا عدمي حد يأمن له؟ كاهو خذاها وطردني، خذ معها كل شيء حلم فيه خذاه، ما بقى غير القهر والفقر والنار لشاب بيوفي. بس لا، أنا لازم أخذ حقي منه، بدعي لازم يموت. إيش بيسوي فيني يعني؟ إيش بيسوي؟ أنا خسرت كل شيء. بيطقني؟ خليه يطق. بيذبح؟ خليه يذبحني. أحسني قاعدتي كذي مقهور والنار شابة بيوفي. خليه يذبحني ويسوي اللي يسويه، ما لي شغل على ما أروح له. إيه لازم أروح له. يا صبي سم طال عمرك. شفت النسوان الثنتين اللي عند الدكان؟ أبيك تروح تسألهم أي واحدة منهم اسمها دلال. ليش طال عمرك؟ قلت لك شي قول إن شاء الله، ما تقولي ليش؟ إن شاء الله طال عمرك. إن شاء الله. يلا. هي الحريم، من فيكم اسمها دلال؟ وإن شي خصك؟ عمي بيعرف منو فيكم اسمها دلال. أنا دلال. عمت عينك أنت وعمك، صج ما تستحي على وجهك، ريال شطولك وش عرضك، تحرش بالحريم. لا 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 لا، يا الخايس يا اللي ما تستحي على وجهك، يا جليل الحي، وصلت هيك المواصيل توقف حق الحريم بالسوق، انجلع من قدامي يا حمار. السموحة لو يوزنا فهد ينسى دلع؟ ينساها؟ كلامك اخترعت. إيه ينساها. لحظوا، أنا ما أقدر أحاكي بهالسالفة يا ابن خيران. يا ليتك أنت تكلمه ويعزك ويحشمك. لا لا يا مشاهين، لا، إلا بهالسالفة ما أقدر أكلمه. فهد ما يبي غير دلال مرة له، لو يتم طول عمره عزوبي. هي ما يعرف بلوة غيره
إلا المبتلي. أنا تعبت يا ابن خيرة، والله أني ما أدري إيش أسوي، هل قلبي إيش بيبدي عليه ولا عليه؟ سلامتك من التعب يا مشاعين، ترى كلنا تعب، ما حد مرتاح بهالدنيا. والله يا ابن خيرة، يا إني مرات أحط راسي على المخدة، أقول يا ربي بقزر باجي عمري كذي. لا الله كريم إن شاء الله، باكر يرد الغالي ويتبدل الحال، الله كريم. متى يرد هالغالي، متى يا ابن خيرة، متى؟ سلامات يا ابو عوف، سلامات. قوم لا تخاف، ما فيني شيء. خلاص يلا قوم قوم قوم، روح ريح في الخيمه. قوم قوم قوم، هد الزبيل. انا قطع، انا قطع. روح توكل على الله، روح الخيمه. خلاص سلامات 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 س